مع نساء الحلبيات المميزات والمعروفات في حسن تدميرهم وأعمالهم اليدوية المميزة. ولليوم معنا السيدة منى تاجوغ، حرفية أشغال يدوية نسوية، والسيدة عهد، مرشحة حرفية رسم على الزجاج. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الله يسعد صباحك ودخيل رب حلب. قديش حلوة بناسة حلاوة الأماكن يلي فيها. وقديش فيها شغلات مميزة يلي. أكيد 100%. هلا نحن كصبايا منحب الفاشن ومنحب الموضة كتير. أنا تفاجأت إنه هاي يلي عم تعمليها هلا الوردة اللي بيعملوهم وردات، إنه هي آخر موضة ميسان. كتير. يعني صارت جاكيت، جواكيت، صارت حتى انه يحطوها غطاء، قصص حقائب. خلينا نحكي اليوم عن السناره، قديش مهم انه نحافظ عليها وقديش حلو انه نضل عم نواكب الموضه بشغل السناره. هلا بالنسبه لشغل السناره، هو تعرفت عليه عمري 15 سنه، ومن يومها وقعت بغرامه فطولت. بيقولوا صارت سوسة يمكن. أنا وصارت ما بحب أقول سوسة. هي شغف. نوع من الشغف واكتشاف المزيد من المهارات. نعم. لأنه في عدة أشياء ممكن نعملها بهذا الأسلوب. ممكن البيت كله يكون مشغول بهالطريقة. صحيح. الموضوع بس ذوق بالالوان، كروشيه وتريكو وغيره. ظروف الحرب خلتني اعمل مشغل صغير. هالمشغل فيه عده نساء بنشتغل يدوي لنعمل دياره للبيبي. يي شو حلو. فاللي صار انه بزيد عندي خيوط شوي من هون شوي من شو بدنا نعمل فيها باخر السنه. هلا الشغله صارت على مرحلتين. وحده صرنا القطعه الكبيره عملناها بلوزات وعطيناها للجمعيات الخيريه. القطعه الصغيره مثل هاي فكرت انه نعمل هيك. انا بس اخذت لون اسود حتى يطلع المنظر جميل وشكلت هاي التشكيله يلي هي من بقايا الخيوط. بقايا الخيوط عن عملكم. اذا عملت تدوير للخيوط، اعاده تدوير بدل ما اكبهم. فعملوا قطعه كثير جميله. هون عندي التطريز، بما انه منطرز منفصل القماشه حسب القطعه اللي بدنا اياها. نعم. فبزيد من اطرافها ما منكبر. هي شو بنعمل فيها قطعه التطريز؟ هيدا تصير مفرش تنجمع. بطريقه جميله، تتلزق بطريقه معينه. هيدا اللي بينجمعوا. تمام. بينجمعوا بالتناوب ابيض احمر. وبصير الكنار تبعها احمر، ممكن بطانة، ممكن قطعة خام تحتها. طيب بس سؤال هون، الخيوط اللي مستخدمة بالتطريز هي خيوط خاصة؟ نعم. وقماشة خاصة؟ نعم. خلينا نحكي عن دمج هي القماشة مع الخيوط. يمكن حضرتك كان عمرك عم تقولي 15 سنة، وإن شاء الله العمر كله مبلشي ما بيقولش قد. لا لا، العمر كله بعدك قمر ال 14 أصلا. أنت مهم العمل. المهم العمل ومهم الروح. تمام. خلينا نحكي الخبرة اليوم بدمج الخيوط مع بعضها، باختيار الخيوط الملائمة للقماشة الملائمة، قديش مهم لحتى تعيش أكثر، لحتى ما تكر، لحتى ما تتأثر بأشياء. هلا والله هي العملية كثيرين بيعتقدوا انه بسيطة جدا واي حدا بيقدر يعملها، لكن عمليا بدك تتوسعي بالخبرة. بكل مرحلة بيجيكي مرحلة تالية، بكل مرحلة مرحلة تالية. فنحن خطوة خطوة تمشي. كيف النوعية مثل ما تفضلتي، كيف الطريقة للاستفادة من هذا النوع. وهون عنا كمان بنطلونات الجينز القديمة بألوانها المختلفة، حولناها لحقيبة، صارنا سيارات شنطة بالدائد حتى وكمان جلد. اشتغلتوا مع بالسنارة شيء إضافات؟ بالسنارة ألوان منسجمة. هي كتير يعني حلوة. شفت جينزات قديمة قد ايه كلياتنا عنا جينزات قديمة ولازم انه بإعادة التدوير نرجع نشتغل
عليها يعني قطعة عن جد مميزة. أيضا معنا سيدة عهد مرشحة، هي حرفية رسم على الزجاج. سعد صباحك عهد، أنت كان اختصاصك ديكور، ولكن يمكن ظروف الحرب الاقتصادية خلت الإمرأة يمكن تغير المهنة، تضيف أشياء جديدة على عملها وأشياء مميزة أيضا. خبرينا شوي عن الشغل اللي عم تشتغليه، الرسم على الزجاج، كيف بلشتي فيه وكيف طورتيه بما يتناسب مع سوق العمل؟ اولا طبعا صباح الخير، صباح الخير لكم لسوريا اجمع. انا بلشت بالرسم على البورسلين واخترت الزخارف، زخارف الشرقيه. يعني انا بحب ارسم الزخارف اللي هي بتنمي يعني بتعبر عن حضارتنا، فاخترت الهي. بلشت بالاول كان في صعوبه لاني اول مره بتعامل مع الزجاج، لبين ما افهمت ماهيه الماده، خصائص كل ماده، لحسنت يعني اطالع منتج يعني نوعا ما انه متقن. فالحمد لله بلشت ولقيت اقبال، لقيت اقبال بمجتمعنا. وحتى الزجاج البلور الشفاف كمان جبت الوان فيترال، هي الوان سيراميك والوان فيترال. هاي كمان كان يعني انا اول بدايه عندي نفاضه احوطه شوي، الزجاج الشفاف يعني كانت كثير حلوه، بس هي قمت خطر لي جبت الالوان وبلشت بقى الون فيها. طبعا في فرق بين الالوان، طلعت قطعه فنيه رائعه. في فرق بين الالوان اللي بتستخدميها بين الرسم على الزجاج وبين الالوان، الوان الزجاج شفاف غير الوان السيراميك، غير الالوان اللي على الفخار. في قطعه مميزه قدام فسيفوسة، خلينا نحكي شوي عنها. حجر كمان من طبعا حلب معروفه نحن الحجر عندنا اياه اساسي بمنطقتنا، فهي الوان الحجر هي ملونه ما ملونته. فكمان عندي يعني بس صففتيهم. انا بحكم يعني انا مهندس ديكور، بطلع على الورشات في اشي بكون فيه احجار هيك مكسره، بخلي العامل يجمع ليهم. فهي خطر لي فكره انه احطها على البورسلين. نفس الوقت كمان رسمت قلعه حلب، رسمت قلعه حلب وحطيت الاحجار اللي هي بتعبر كمان عن منطقتنا حواليها. هي افوس العافيه اكيد. وايضا في فنجان قهوه مكتوب عليه، فنجان قهوه كمان عليه، كمان خطي حلب مع القلعه. طبعا على الجلي وعلى هي ما بيروح، هدول هاي لا هي الوان سيراميك ما بتروح. لا في قطعه ورا كانه نحن بما انه هي عشانك، لاني انا يعني خلينا نشوف هاي استخدم كل الخامات عم يعني بالرسم، يعني انه حبيت الرسم على كل انواع الخامات الموجوده، حتى هي على الخشب كمان. هلا يعني كمان بتتعلق بغرف الاطفال بابا نويل. قديش حلوه هيك هديه ليا بايام الكريسماس. هي عواد، العواد العواد ايه العواد خليها اشوفها من ورا، انه قديش سهله كمان كمان فينا نعملها بيوتنا. ايه سهله ايه، يعني كمان هي كمان شيء عندي اياه بالبيت استخدمته بهالطريقه. نعم رسمت. نعم ست منى، خلينا نحكي اكثر. يعني حكينا قديش نحن السيدات السوريات بنحب الحياه، اليوم حكينا حكايتك انه نحن كانت ظروفنا صعبه، جمعتوا حالكم سيدات وعملتوا اعاده تدوير للخيوط، صرتوا تبتكروا ايضا موديلات ثانيه، ولكن خلينا نحكي عن مشاركاتكم. يعني دائما اي مهنه او اي عمل بده هو تسويق للعالم لانتشاره، شارك ببازارات، شاركتوا ممكن عبر السوشيال ميديا ليوصل لكل العالم. احكي لنا كيف قطعي لهي المرحله. في البدايه كانت مهمتي مع السيدات اللي اشتغلوا معي هو تطوير طريقتهم في العمل لتصير منهجيه. لما وصلنا لهالمجال 2013 عملت معرض انا عند صديق رسام في عنده صاله عرض، عملت عنده معرض ولقى قبول كتير كبير، واجت سيدة اشتغلت معنا صارت تاخد لبس البيبي الحديثي الولادة. هذا الشيء شجعني انه استمر، وبهالفترة بديوا سيدات العمل تبع غرفة الصناعة يعملوا معارض. حلو. فبديت اشارك مع غرفة الصناعة ومن ثم غرفة التجارة، وحتى شاركت في معرض دمشق الدولي في اعادة افتتاحه الاول. زرنا السيدة الأولى اللي أنا ممتنة منها جدا لأنه دفعتنا إلى الأمام دفعة كتير إيجابية. هذا الشغل تطور لأنه أخذت محل، بالأول كنت في بيتي وكتير مزدحم بالمواد الأولية بالمنتج اللي صار عندي. طبعا عندي صفحة على الفيسبوك وأنا بسوق فيها وبحط الأشياء اللي اشتغلناها جديد. ومع المحل الحمد لله الأمور جيدة،
انتظر انه تتحسن الظروف، وبتصور رح يكون في نهضه كثير جميله لهذا اللي عم نعمله، لانه في عوده له. يعني بين المشاركه بالمعارض وبين السوشيال ميديا، كيف عم تقدروا تسوقوا بشكل صحيح لهي المنتجات، لكل امراه تعرض المنتج اللي هي متخصصه فيه؟ وشو الاختصاصات الموجوده معكم؟ قصدك اختصاصات بالشغل. هلا التسويق انا بتمنى يصير اكثر، بتمنى اروح للمحافظات، لانه الحقيقه لازم ينمى العمل اكثر حتى يكون مجدي اكثر للي عم بيشتغلوا معي. فانا حاليا في 7-8 سيدات عم بيشتغلوا. نعم. وهدول السيدات بتنوع، في منهم عندي ماكينه تريكو، كمان في ناس تشتغل بالابره، ناس بالكروشيه، ناس بالسياق العاديه، السنارات. اكيد تحيه لكل النساء المشاركات معكم، نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله هيك يا رب كل المعارض يلي بتشاركوا فيها تقدروا انكم تحققوا يلي بدكم اياه، وهسه يتطور شغلكم اكثر واكثر يا رب. الرفعه للوطن ان شاء الله. والله يخلي احلى سيدات، وان شاء الله يعني بنشوفك عالميا فاتحه يمكن اهم الماركات. نتمنى، نحن بدنا نتمنى لك التوفيق اكيد لك ولكل السيدات يلي عم يشتغلوا معكم، والى الامام دوما. ميرسي كثير.